السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال زيارتي إلى دول ساحل شرق إفريقيا ألتقي بمصطلحات جديدة في كل رحلة. من بين المصطلحات التاريخية في اللغة السواحلية مصطلح مانينجا. مانينجا تعني الشخص العماني القديم في ساحل شرق إفريقيا، إذ كانت العلاقات بين إفريقيا وعمان علاقات قوية، خاصة في مجال التجارة وفي مجال العلم. فكانت لي رغبة بعد أن التقيت بجاليات عمانية تعيش إلى اليوم في أوغندا، في تنزانيا، في رواندا وفي دول أخرى، كانت لي رغبة الوصول إلى البلد الأم عمان، لأنني تعرفت على تقاليدهم وأعرافهم وأخلاقهم الراقية جداً التي يحافظون عليها إلى اليوم. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن أدخل إلى عمان سنة 2015 ليستقبلني شخص اسمه الأزهر الراشدي. لماذا ذكرت اسمه؟ لأنه سيمثل خلقاً رائعاً جداً يمتاز به العمانيون. لكن قبل أن أذكره لابد أن أذكر أن مسقط تحتل مراكز الأولى دائماً على أنها أنظف عواصم العالم، إضافة إلى ما نعرفه من العديد ممن زار عمان أنها بلد التسامح والأخلاق السامية، فكل من دخل إليها كان ضيفاً على جميع العمانيين، فيكرمونه بأخلاقهم أولاً وبالتسامح الذي يراه في مساجدهم وفي شوارعهم، إذ أن عمان تحوي مذاهب متعددة للمسلمين، وتحوي أيضاً جاليات أتت من أجل العمل من الهند وبالبنغلاديش ودول أخرى مثل باكستان أيضاً. فهناك تعايش وتوافق جميل بين تركيبة السكانية لدولة عمان. وفقني الله لأن أصل إلى نزوة وأزور قلعة نزوة التي بنيت سنة 1650 ميلادي، وأن أزور سمائل، وأن أزور إبرة وسناو ومدن أخرى أيضاً تعلمت منها الكثير من الأخلاق. كان هدف زيارتي لعمان من أجل التعرف على بعض الجمعيات الخيرية وربط علاقات معها، فكانت أول زيارة لجمعية خيرية في نزوة، إذ التقيت برئيس جمعية عمان أمانة التي لها أنشطة مع اللاجئين السوريين وبمناطق عديدة في العالم. لكن ما استغربت منه أنه استقبلنا ولم يعرفنا أبداً في حياته، والتقينا به لأول مرة، فكان كرمه شديداً ومميزاً، من وجبة إفطار إلى غذاء إلى وجبات أخرى. وأذكر الشخص الذي كان سبباً في حصولنا على التأشيرة عمان، فخصص كل وقته حوالي أسبوع تقريباً ليرافقنا إلى 5 مدن عمانية، وينفق من ماله وجهده ووقته من أجل أن نتمتع بالزيارة إلى عمان. أيضاً عند دخول إلى مركز الإسلام في جامع السلطان قابوس في مسقط تعرفت على إخوة أيضاً أكرمونا بعلمهم، فكان كل واحد نمر عليه في المحلات أو في الشوارع أو نتعرف عليه أول مرة يدعونا إلى القهوة، فكنا في البداية نعتقد أن القهوة شرباً فقط، فعندما ندخل منزله فالقهوة تأتي الأخيرة بعد أن نأكل التمر والفواكه، ثم تأتي القهوة العربية العمانية. ويحكي لي أحد أصدقائي قصة زيارته لعمان، إذ كان في مخططه أن يزور بعض المدن في عمان ثم ينتقل لتأدية العمرة بالسعودية. بعد فترة زار مدينة وأراد الخروج منها في آخر يوم له في عمان، لكن في الطريق نحو مطار مسقط قال له مرافقه بأن هناك شخص مريض بعيد عنا حوالي 10 إلى 15 كيلومتر، فما رأيك أن نزوره؟ قرر أن يذهب للزيارة وعيادة المريض. وصل إلى البيت الذي يبعد حوالي 15 كيلومتر عن الطريق العام، ودخلوا ووجدوا شيخا كبيرا. بعد أن تعرف عليه قال الشيخ الكبير: ما هو برنامجك؟ قال: بعد زيارتي لعمان إن شاء الله غدا سأنتقل إلى العمرة. دعاه قبل توديعه فقال له: خذ هذا المبلغ وأدي به العمرة. يقول صديقي: أني أديت العمرة أنا وزوجتي بذلك المبلغ، أول لقاء معه وأول معرفة به،
فأكرمه بعمرة. قصة الكرم عند العمانيين قصة طويلة لا تكفي هذه الدقائق لنحكيها. ويوما ما دعينا إلى وليمة غذاء في مدينة نزوة، وبعد وصولنا إلى صاحب البيت وجدناه قد حضر الغذاء والمميز فيه رأس شاة، فعلمنا بعد ذلك من تقاليد العمانيين وأعرافهم أن من وضع لك رأس شاة في الوليمة فاعلم أنه ذبح الشاة من أجلك أيها الضيف. وقصة الكرم العماني لم تنتهي هنا، بل عند زيارتنا للشيخ الخليلي مفتي السلطنة في الوزارة وبعد لقاء علمي أراد أن يدعونا إلى بيته في وليمة غذاء. بعد يومين أيضا اتصل بنا من أجل وليمة أخرى لنجلس ونبسط الحديث معه أكثر. في اليوم الأخير انطلقنا إلى المطار، فأردنا أن ندفع بعض التكاليف التي تحملها مرافقنا خلال الرحلة، فعلمنا منه أن أحد الإخوة العمانيين بعد أن علم بقدومنا إلى عمان أعطاه مبلغا معتبرا من الريالات العمانية من أجل أن يصرفها في رحلتنا. فرحلتي إلى عمان لم أدفع فيها إلا تذكرة السفر من الجزائر إلى عمان، وهذا أكبر دليل على خلق الكرم عند العمانيين وجمال طبعهم وأخلاقهم عموما. في نهاية سفرنا لم تستطع حقائبنا أن تحمل الهدايا التي أعطوها لنا خلال كل الرحلة، فلنسعى إلى تطبيق نموذج الكرم العماني مع أبنائنا وفي بيوتنا ومع جيراننا وكل من نلقاه في حياتنا اليومية.